صباح الخير. اليوم موضوعنا كان اللي حطيته بتويتر عن التلوث الضوئي. كتير مرات بنشوف كشافات بتشع الضوء بكافة الاتجاهات، وهذا الشيء طبعا له أضرار كتير رح أذكر أهمها. دائما نحاول، خصوصا إذا كان ما في سيارات ما في أماكن بس للممشى، نحط إنارة هادية تحت مستوى العين غير ظاهرة. لما نحط كشافات إنارة بتشع الضوء بهي الاتجاهات، 40% تطلع باتجاه السماء، وبالتالي بتمنع رؤية النجوم، تعطي وهج للعين. نحن بس اليوسفور لايت أو الضوء المفيد بس اللي بيجي على الأرض، بس على الأرضية، ما بيهمنا ننور الأماكن البعيدة كتير أو السماء. الإنارة بالقسم العلوي هي بتسبب شيء اسمه تلوث ضوئي. التلوث الضوئي بيأثر على جميع الكائنات الحية بما فيها الإنسان، وسبق له أخطار كبيرة. دوروا عليه بجوجل، أنا إلي حلقة على اليوتيوب بعنوان التلوث الضوئي، ذكرت فيها أبحاث الجامعات عن أمراض مثل لا سمح الله السرطان، أمراض السمنة، بتأثر كتير. بس على الكائنات الحية جزء كبير منها انقرض، أو جزء مهم انقرض بسبب التلوث الضوئي. نحن بس الهدف ننور الأرضية، وبالتالي لما نستخدم كشافات لازم نستخدم كشافات بس بتنور الأرضية، ما يطلع منها جزء على السماء أو تنور بكل الاتجاهات. هاي فيها هدر كتير كبير، 50% أنا عم نور أشياء ما بديها، بينما لازم ندور مثل الأرضية. إذا حطيته بجوجل light pollution أو تلوث ضوئي حتشوفوا كتير صور وأبحاث عديدة. فلاحظوا طبعا بالتلوث الضوئي حنشوف انه لما نستخدم كشافات بس للأرضية شفنا نجوم، بينما كشافات هي اختفت نجوم. على قناتي على اليوتيوب في حلقة اسمها التلوث الضوئي، بس اذا كتبتوا التلوث الضوئي عزة بارودي حتشوفوا، حكيت عن اخطارها مثل امراض السرطان، السكري، السمنة، ارتفاع الكوليسترول، الارق، انقراض عدد الكائنات الحية. فيكم تشوفوا التفصيل، وفي طبعا حلقات عديدة موجودة ومقالات كبيرة. الهدف انه نوعي الناس باستخدام الامثل للطاقة وللإضاءة، بحيث أنه ما تأثر علينا وعلى كوكبنا.